مساء الخير وللمحبة أصدقائي الحلوين تحياتي للجميع هذا المكان شوية تغيير جديد أنا أحب التغييرات ما أحب أبقى على فد ديزاين معين أصدقائي هذا الفيديو رجعت لكم بي وأحمل لكم بجعبتي مجموعة من الأحداث والتطورات الحلوة وإذا حلو هذا المكان اكتبوا لي بالتعليقات وإذا المكان القديم حلو هم اكتبوا لي بالتعليقات حتى أرجع المكان التقديم لأنه هنا نظام الحكم ديمقراطي أصدقائي الجعبه اللي احملها اليوم معي هي مجموعه من الانباء المهمه في المانيا. راح نبديها بالبلاك فرايداي، اعطيكم حقائق خطيره بخصوص البلاك فرايداي، ربما يجهلها البعض او ربما البعض مطنش عليها او ما تعب نفسه وعثر على المعلومات. راح نجي على حالات كورونا يوجد رقم قياسي اليوم تم تحطيمه. وراح نجي الى الطقس في المانيا وموجه البرد التي تجتاح المانيا وتجتاح قلبي في الوقت الحالي وكنت اليوم صباحا اصور لكم فيديو طيرت بيه طياره بي الدرون طيارة فوق الغيوم. طبعا الحلو بشركه دي جي اي التغليف مالتهم كلش حلو للدرون. يعني الجنطه مالتها تخبل بتشوفوها جلد جلد طبيعي. كانت الدنيا مغيمه وشفنا الشمس قويه وراح انزل فيديو بقناتي الثانيه فاللي يحب موجود الرابط بصندوق الوصف اضمن اشتراكك بها حتى تشوف الفيديو. راح نجي بعدين الى تصريح مهم لوزير الداخلية الالماني السيد هورس هوفر بخصوص ترحيل اللاجئين السوريين او موضوع ترحيل اللاجئين السوريين وشنو الاقتراح وشنو الشيء الذي يطبل له السيد وزير الداخلية ويريد تحقيقه في نهاية هذا العام راح نجي بعدها الى مدينة دورنشتات وقصة القنبلة اللي تم العثور عليها والازدحام اللي صار وراح نجي بالاخير الى مدينه دريسدن وصار حدث غريب في مدينه دريسدن تعرض الى محامي كان بالصدفه يمشي على الاوتوبان عطلت سيارته ركن بمحطه مال بنزين واكل له كف واكل له واكل له ضرب يعني للاسف الشديد هو حاليا يرقد بالبيت وعنده كسور ورضوض ورفع دعوة على اللي أقاموا بالأذى له اللي هم ما كان يعرفهم ولا هم يعرفوا بس اثنين يشاجرون دخل بنصهم اكل لكم كم بوكس واكل لكم ضربه للاسف الشديد تاذى. كل هذا راح نشوفه في هذا الفيديو. اصدقائي خلونا نبلش اول شيء بالبلاك فرايداي. البلاك فرايداي هي عاده تمارس في امريكا منذ زمن بعيد من الستينات اعتقد اللي هي اخر جمعه ستينات لو سبعينات ربما اكون غلطانه بهالشيء ولكن بدت في امريكا. اخر جمعه من شهر نوفمبر يصير بها تخفيضات حتى يحركون الركود اللي صائر بالاسواق اللي موجود بالاسواق فيا اصدقائي هذا كله مو مهم المهم هو البلاك فرايدي في المانيا عندما يذهب ابو احمد وام احمد الى السوق تقول ام احمد لابو احمد امشي خل نروح اليوم بلاك فرايدي فتلقاهم صرفوا لهم 2000 يورو صرفوا لهم 1000 يورو ولكن الحقيقه هي هنالك بعض الشركات تعمل عروض على الاجهزه القديمه اللي موديلاتها قديمه يعني مثلا التلفزيون ال4K حاليا قديم، نزل 8K، نزل كيو أل دي صار قديم واشياء قديمه يصير عليها تخفيضات. بعض الاشياء يصير عليها تخفيضات فعلا ومثل ما تشوفون موقع امازون، موقع ايباي والى اخره من المواقع، وبعض الاشياء ما يصير عليها تخفيضات يا اصدقائي، اللي يصير هو الاتي: احنا هسه 27/11. من شهر العاشر الشركات تقوم برفع الأسعار فوق السعر المتوسط يعني دائما شهر العاشر وبنهاية شهر التاسع يصير رفع للأسعار بشكل مخيف ويسوون التخفيض شو وقت بنهاية شهر الداعش والله شنو بلاك فرايدي فالناس اشترت من كانت الأسعار غالية وده تشتري حاليا بالوقت اللي عوضوا به البائعين واللي ربحوا بيه ربح كبير هاي النقطة النقطة الأخرى طبعا عندي فيديوهات مسويها على البلاك فرايداي النقطه الاخرى تفوت محل مال الملابس تلقى لك مثلا ياكا من تشاك اند جونز أه، سعرها 20 يورو تجذب نظرك الطب للمحل انت بس طبيت للمحل انتصر صاحب المحل وراح تشتري ب 1000 يورو هو هاي سياسه اصدقائي سياسه مال التسويق ومال بيع ومال هالامور فالمهم اصدقائي أه، اللي يريد يقدر يشوف موقع امازون موقع ايباي فعلا عملوا تخفيضات بعض المواقع الاخرى انتبهوا تشتروا من مواقع غير موثوقه وانتبهوا تذبون كل فلوسكم على على مود البلاك فرايدي لانه هي مناسبه تمتص فلوس الناس وانتبهوا من الزخم اللي يصير على المحلات بسبب فيروس كورونا ننتقل الى حالات كورونا في المانيا اصدقائي وصار رقم قياسي اليوم كارثي 22806 حاله بال24 ساعه الماضيه هذا شيء معتاد 426 حاله وفاه ارتفع عدد الوفيات في ألمانيا إلى 15860 حالة وفاة رئيس وزراء ولاية بافاريا السيد ماركوس زودا يقول إذا استمر الوضع على هذا المنوال فسوف نخسر أكثر من ستة آلاف روح من إلى نهاية العام يعني قبل بداية سنة 2021 راح تصير هذه الخسائر فعدد الاصابات الاجماليه في فيروس كورونا في المانيا ارتفع الى مليون تجاوز المليون اصدقائي هذا الخبر يعني ان شاء الله يا ربي قريبا جدا ويطلع اللقاح والكل تتلقح ونخلص من هالوباء اللعين الطقس في المانيا اصدقائي الاسبوع المقبل حسب ما يذكر حسب ما مذكور بالانواء الجويه الالمانيه وانا اليوم الصبح شيكت الانواء الجويه لانه كنت ناوي اطلع اصور بالدرون كل ما اصور بالدرون اشوف الانواء الجويه لأن لازم الرياح ما تكون اكثر من 40 كيلومتر بالساعه حتى الدرون ما تسقط فبمنطقتي الحراره تحت الصفر ولكن الاسبوع المقبل تتوقع الانواء الجويه انه ممكن ينزل ثلج في بعض المناطق خصوصا بعد يوم الثلاثاء القادم الثلج راح يتركز في شمال شرق المانيا وفي جنوب غرب المانيا بالدرجه الاولى وبالمناطق الاخرى يعني ما راح يكون بكل الاماكن تساقط للثلج وها مجرد توقعات والحسم كليته يم رب العباد. اصدقائي نجي الى الملف الساخن اللي هو ملف اللاجئين السوريين اللي كل ست اشهر نسمع بخصوصه مع معاه. كل ست اشهر سياسيين يتضاربون فيما بينهم ويكونون اللاجئين السوريين ماده اوليه لتضاربات سياسيه، للاسف مو بس في المانيا بالعالم كليته. اللاجئين السوريين صاروا شيء يتاجر به السياسيين بالعالم كليته. فيا اصدقائي الحلوين، وزير الداخليه يقول انه لا يمكن تمديد منع ترحيل اللاجئين السوريين فيما بعد 31 ديسمبر 2021. بالوقت الحالي كنا نعرف يوجد منع لترحيل اللاجئين السوريين حتى الذين ارتكبوا جنح جنائيه حتى الذين يشكلون خطر على الامن الالماني ولكن يوجد قانون لمنع ترحيل حتى هؤلاء الاشخاص فكل سته اشهر يتم تمديد منع الترحيل المفروض على اللاجئين السوريين فيا اصدقائي رئيس وزير الداخليه الالماني طالب من وزراء الداخليه الولايات يعني من وزراء داخليه المقاطعات الالمانيه انه يجتمعون ورح يتخذون قرار بخصوص منع ترحيل اللاجئين السوريين ايقاف منع الترحيل ف يعني خصوصا للناس اللي يرتكبوا جرائم او اللي يشكلون خطر على الامن في المانيا وانا اعتقد شخصيا اصدقائي راح ابدي رايي اللاجئين السوريين فرحين بالغاء منع ترحيل المجرمين، يعني المجرم قبل كل شيء لا يجب ان يترحل الى بلده، الذي لا يحترم القوانين في المانيا يجب ان يترحل الى بلده، واكيد اللاجئين السوريين ما يريدون شخص يعني يسيء لهم وكل الجاليات مشموله بهذا الكلام، وللاسف الشديد لما لاجئ ينتمي الى دوله معينه يعمل شيء سيء، يعني هو بهذا العمل دي يسيء الى جاليته، والجاليه السوريه هي جاليه يعني مسالمه وجاليه جميله وجاليه مندمجه بالمجتمع بشكل كبير جدا. فيا اصدقائي يعني بدت هاي التصريحات وبدت هذه الاقوال حسب ما موجود بالمصدر اللي تشوفوا اصدقائي انه بدا الكلام عن منع ترحيل ايقاف منع ترحيل اللاجئين السوريين خصوصا بعد الاعتداء الارهابي اللي اقدم على فعله لاجئ سوري للاسف الشديد وادى هذا الاعتداء الى وفاه شخص وجرح شخص في دريسدن. فيا اصدقائي نتمنى انه كل لاجئ يسيء الى ابناء جلدته يتم ترحيله لانه للاسف الشديد الاعلام الحالي لما لاجئ يعمل عمل راسا يذكر جنسيه اللاجئ ويحاول يسيء الى يعني قوم باكمله ولكن كلنا نعرف انه هاي الاعمال هي اعمال فرديه ولا تمثل الا صاحبها او مرتكبها. لذلك يا أصدقائي الإنسان اللي مندمج الإنسان اللي ما عامل مشاكل الإنسان اللي سجله نظيف ما يمكن ترحيله أبدا فأصدقائي ننتقل انتقالة سريعة إلى منطقة اسمها إلى منطقة اسمها دورنشتات تم قطع الأوتوبان آخت في هذه المنطقة لأن كانوا عمال يشتغلون على الخط السريع وأثناء عملهم وأثناء حفرهم اكتشفوا جسم معدني غريب صارت عندهم شكوك بعض هذه الشكوك شنو عملوا؟ اتصلوا بالشرطه. الشرطه اتصلت بفرقه ازاله المتفجرات واكتشفوا انه هذه قنبله عملاقه من الحرب العالميه الثانيه. وهذا الموضوع هو مو موضوع جديد، طبعا مكان هاي القنبله في ولايه بافاريا في منطقه دورنشتات. آه هذا الموضوع مو جديد بكل الولايات الالمانيه وكل المدن، دائما يتم العثور على قنابل. قبل فترة عثروا على قنبلة بمنطقتنا وجو مكبرات الصوت ونداء إلى سكان الشارع الفلاني أه لازم يسوون إيفاكيويرون يعني إخلاء وكذا جمعوا الناس كلهم بمكان معين وكذا وجو الهلال الأحمر وعفوا جو الصليب الأحمر ووزعوا يعني أكل وشرب على الناس اللي كانوا مجموعين بملعب لكرة القدم وملعب مغلق إلى أن أزالوا القنبلة فشوي تصير بهذا أصدقائي خصوصا إذا كان الجو بارد وإذا الناس عندهم أطفال ففرقة إزالة المتفجرات أزالت فتيل القنبلة وأبعدت القنبلة وحاليا الأجواء أمينة على الخط السريع آه آخت والازدحام راح لأنه الخط السريع انقطع تقريبا على طول النهار فيا أصدقائي أثناء بداقر هذا الخبر اجى على بالي يعني الدول اللي بها حروب مثل بلد العراق ومثل سوريا الحرب العالمية قبل بالأربعينات انتهت ولحد الان اثارها موجوده ولحد الان دي يعثرون على قنابل ودي عثرون على اشياء كيف وفي بلدان مثل بلدي ومثل بلدي الاخر اللي هو سوريا تحياتي الى اهل سوريا والى والى كل اللاجئين السوريين في كل مكان كيف انه هاي البلدان الحروب بيها جدا طويله وما منتهيه و... والى متى راح تكون عواقب هاي الحروب ممتده ف اصدقائي يعني بعد عقود طويله يعثرون على قنابل بشكل مستمر نتمنى الامن والامان الى بلدي الحبيب العراق والى بلدي الاخر سوريا والى كل البلدان بالعالم كليتها اصدقائي. نجي بالاخير الى دريسدن في منطقه اسمها دوبلن. في هاي المنطقه صار حدث دراماتيكي ضحيته رجل محامي. في محطه على الخط السريع. محطه تابعه الى شركه توتال. كان اثنين اشخاص يتجادلون فيما بينهم وتطور الجدال الى شجار احد الاشخاص كان يعبي سيارته بنزين وتاخر كثير والشخص اللي قبله يبدو انه نفس صبره فاللي عمله هو الاتي تشاجر مع الشخص الامامه هسه عوفكم من هذول الاشخاص الخط السريع اللي يصاير على مساره البنزين محطة تعبئة الوقود كان هنالك رجل محامي شهير جدا في هذه المنطقه وهو محامي بالامور الجنائيه فكان يسوق سيارة الرانج روفر هذا رابط الخبر اصدقائي وهذا المحامي المسكين ده تشوفوه شلون متكسر فكان المحامي سوق سياره الرانج روفر حس انه بيها مشكله في نظام التهويه ركن سيارته وين باقرب محطه بنزين اللي هي محطه توتال ولما ركن سيارته شاف امامه هذول الاشخاص دي الشاجرون فحاول هو يعني كمبادره انسانيه لطيفه من حضره جنابه انه يعمل حل الى هذا النزاع او الى هذا العراك ولكن ومع الاسف الشديد نال نصيبه من الضرب الذي كان متبادل ما بين الشخص اللي يعبي سيارته بالبنزين والشخص الغير صبور اللي وراه. فتم اصابته وايده مكسوره ووجهه برضوض خفيفه والى اخره وحاليا هو يعني بعد ما ودوه المستشفى حاليا هو يرقد بالمنزل. اللي صار بالموضوع شنو؟ هو عمل عمل خير، عمل عمل انساني وهذول الاشخاص اللي كانوا يشاجرون بيناتهم عافوا شجارهم وتشاجروا وياه. الطرفين وبعد ما اذوه اثنينهم فروا ولاذوا بالفرار ولكن توقعوا انهم راح ينجون من فعلتهم النكراء الشنيعه ولكن هو محامي يعني اكيد ارقام السيارات بسيطه مبينه والكاميرات مال المراقبه موجوده بالمحطه مال البنزين والشرطه الان تبحث عليهم وعندها عناوينهم وعندها ارقام سياراتهم وبما انه هذا محامي ومسكين يعني مبين عليه رجل شاطر بمهمته او بمهمته فرفع عليهم دعوات قضائيه يمكن راح يقضون طول عمرهم ومرتين ثلاثه بعد بالسجن. اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله بتكونوا بخير وصحه وسلامه دائما. كتبوا لي رايكم بكل شيء بالمكان الجديد بطريقه سردي للانباء عليكم. يا رب تكونوا بصحه وسلامه تحياتي لكم نلتقي فيديو اخر قريبا. باي باي.